ارحب بكم اعزائي الطلبه. عندنا تمرين اثنين تو اثنين، يعني تمرين الثاني بالوحده الثانيه. وبهذا التمرين يقول لك put the verb into the correct form، يعني خلي الفعل بالشكل الصحيح. فهنا اذا لقينا علامه استفهام معناها سؤال، اذا لقينا not معناها نفي، اذا لقيناها جمله عاديه يعني نحويها مضارع بسيط. ولا ننسى هذا، هنا عندنا زمن المضارع البسيط. راح تصير الجمله الاولى doesn't، ليش؟ لان الفاعل مفرد ونخليه drink. زين ليش خليناها نفي؟ لان عندنا not. الجمله الثانيه what time، ما هو الوقت؟ طبعا مثل ما تشوف الحل قدامك. what time do the banks close، يعني ايش وقت المصارف تغلق here. what time هذا السؤال، الفعل المساعد هو do لانه جمع البنك مفرد، banks يعني مصارف، وclose تنزل مثل ما هي. رقم ثلاثة I have got a car but I ولكن أني I don't use it. طبعا هنا ليش خلينا don't؟ لأن نفي عندي not use don't. ليش قلنا don't؟ لأن مضارع بسيط من نفي أقول I don't، وإحنا شارحين هذا الشيء فيديوهاتنا الخاصة والناشرينها كذلك باليوتيوب. بالنسبة للنقطة الرابعة where Richard أو Ricardo come from، يعني منين اجى هذا الشخص ايا كان اسمه، ريكاردو، ريتشارد، علي، اي اسم او فتاة، اي شيء. come from منين جاء، اذا راح تصير الجملة does ريكاردو come، يعني where does. ليش استخدمت does؟ لان الفاعل مفرد ومنزل الفاعل والفعل come ينزل مثل ما هو، فراح تصير الجملة رقم أربعة what does Ricardo come where، عفوا من أين جاء ريكاردو. زين عيني، هسه راح نجي إلى رقم خمسة. طبعا رقم خمسة راح يصير الحل what do you do، what do you do. طبعا ال what ماذا، do you do. زين شلون عندي do you do؟ اخوان ركز يمي، هنا الدو هو فعل رئيسي، الفعل يعني هنا هاي الجمله الدو فعل رئيسي، والدو الثانيه مالت المضارع البسيط. اذا القاعده what زائدا فعل مساعد لو دو لو داز زائدا الفاعل اليو ثم الفعل الرئيسي. فهنا انا استخدمت الدو لان اليو جمع، what do you do، what do you do. طبعا قال I am يعني electrician، يعني أني كهربائي، electricity كهرباء، فهذه كهربائي. رقم ستة it take me، it take me an hour، راح أصير it takes me. it ليش؟ لأن فاعل it مفرد، فراح أضيف أس الجنس الثالث. الجملة الجزء الآخر من الجملة راح أصير how long does it take، راح أصير how long does it take، how long does it take، هذه راح أصير هذه how long does it take. ليش does؟ لأن سؤال does مفاعل مفرد، نخلينا it يعني الفاعل it خلينا does، وtake فعل مجرد لأن عندنا سؤال. بالنسبة لجملة رقم سبعة look at this sentence، انظر إلى هذه الجملة what does this word mean، ما هو معنى هذه الكلمة. طبعا ال what هي أداة السؤال، does الفعل المساعد، this word هو الفاعل، ومين هي الفعل الرئيسي. وإحنا منطيكم القاعدة أداة السؤال، اكتبها يمك هسه، أداة السؤال ثم الفعل المساعد ثم الفاعل، this word الفاعل ثم الفعل الرئيسي mean. والجملة الأخيرة David he does not do، راح يصير he doesn't do. زين doesn't منين جبتها؟ هذه مال المضارع البسيط. ليش قلت not؟ لأنها نفي not، والدو تنزل مثل ما زي. ليش ما خليت ضفت لها اس الدو؟ مو عندنا فاعل مفرد، لا ما نضيف لها. ليش؟ لان عندنا نفي، في حاله النفي يستخدم الفعل المجرد، يعني الدو ينزل مثل ما هي بدون اي اضافه. حتى اذا انا جايب لك دونج تحذف الاي ان جي وتخليها مثل ما هي. هذا هو التمرين الثاني، طبعا تمرين مهم ركز عليه، وتجي من عنده بالامتحان، تجي من عنده شغلات بالامتحان. حاول تقرا هذه الجمله وتركز عليها، تنتبه عليها زين.